الكرونولوجيا المختصرة للواقع السياسي في الجزائر تعد ضرورية في محاولة فهم ما يحدث في هذا البلد. فالحراك الذي بدأ برفض الجماهير لترشيح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة هو إعلان عن استرجاع المواطن الجزائري لصوته وانتزاعه من يد السلطة والتي احتكرته بقوة القانون، وذلك من خلال منع المسيرات في العاصمة والقوة العمومية الممثلة في الشرطة والإعلام الرسمي والخاص المتواطئ الذي أشاد بالعهدة الخامسة وتبنى البروباغندا خاصتها. كان للحراك ممثلين إعلاميين، الأول الإعلام الرسمي وفي مقدمته وكالة الأنباء الجزائرية والتي نقلت خطاب السلطة الرسمي وموقفها تجاه هذه الاحتجاجات، يضاف إليه القنوات الجزائرية الخاصة. أما الثاني فهو الواقع الافتراضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي في مقدمتها موقع فيسبوك. الإعلام الرسمي الجزائري ارتبط عمله الإعلامي عبر السياق التاريخي بالنظام، فلم يكن يعبر عن صوت الشعب ما عدا بعض الجرائد التي حاولت أن تنقل انشغالات المواطن بنشر قضايا الفساد غالبا، والتي كانت في معظم الأحيان عبارة عن تصفية حسابات بين القوى المتصارعة في هرم السلطة. أما التلفزيون الرسمي والذي لم يكن سوى بوقا من أبواق السلطة، فقد كانت صحافته مكممة حتى الحراك لتنطلق بعض الأصوات والتي حاولت التعبير عن رفضها لموقف التلفزة الداعم للسلطة، وطالبوا بالنقل الفعلي لما يوجد في الشارع بصدق. لتأتي المفاجأة من وكالة الأنباء الجزائرية التي نقلت أخبار المظاهرات وعبرت عن رفض المتظاهرين للعهدة الخامسة. يوم لا يعلو صوت فوق صوته، إنه صوت الشعب. جمعة 22 فبراير يوم ليس ككل الأيام، في عام ليس ككل الأعوام. ليسمح وللمرة الأولى بنشر برقية تتناول مطلبا شعبيا ضد رئيس الجمهورية، لتنقل صور الحراك تحت عنوان الشعب يطالب بالإصلاحات، دون ذكر المطلب الرئيسي وهو رفض العهدة الخامسة وتغيير وجوه النظام والتي تعتبر حفظا لماء الوجه. هذه المفاجأة كانت من صنع العسكر الذي حاول إسكات الشارع. أما القنوات الخاصة فحذت حذو القنوات الحكومية وامتنعت عن نقل أخبار الشارع، والتي لم تملي عليها السلطة أصلا توجهاتها لأنها كانت تحت تسيير ملكية أسماء محسوبة على النظام. لكن بعد تغيير الإعلام الرسمي توجهه بدأت في مناقشة مطالب الجماهير بطريقة محتشمة. خطاب المؤسسة العسكرية التي عبرت عن متابعتها للأوضاع وثقتها في الشعب رغم أنها وصفتهم بالشرذمة والمغرر بهم في بداية المسيرات. الضغط الشعبي جعل المؤسسة العسكرية تخاف من فقدان مكانتها وجمهورها. هذا الضغط الذي مارسته القوة الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن المتظاهرون حرب التبليغ كما يطلق عليها على صفحات هذه القنوات ليتم غلقها من طرف إدارة الفيسبوك، دون إغفال خروج العديد من صحفيها في وقفات احتجاجية وتهديد عدد منهم بالاستقالة. لم يكن الإعلام الجزائري منصفا للشعب، لا في أحداث العشرية السوداء التي وقف فيها مع النظام وجعل من التلفزة العمومية إحدى أدوات ترهيب الشعب، ولم يقف معه مرة أخرى في بداية الحراك الشعبي في 2019 والذي ظاهر الجيش والسلطة ودافع عنها إلى جانب القنوات الخاصة التي كانت رمزا للانفتاح الإعلامي المزعوم في الجزائر سنة 2012، لتنقلب على عقبيها بعد اعترافها بشرعية هذا النظام القائم.